بسم الله. الكتاب ده ممتاز جدا في معرفة الاختصارات اللي موجودة في البيم. وانت شغال بتقرأ في كتاب ممكن تلاقي اختصار مش عارف ده اختصار ايه، فتيجي هنا تلاقي مثلا BAF بيم اكاديميك فورم، في عندي مثلا البي اس بريتش ستاندرد، السي اي دي كاد اي ديزاين. فمعرفة الاختصارات ديت ده بيوفر عليها وقت كتير جدا. ممكن يكون الكتاب الكاتب نسي يحط الاختصار معين، فان شاء الله تلاقيه في الكتاب دوت. تمام، هو مرتب ومنظم حسب الحروف الابجدية، فسهل جدا تلاقي الحاجة اللي انت عايزها.